صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تعميم بشأن عطلة العيد الوطني المجيد وذكرى تولي جلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم وجاء في التعميم أنه بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وذكرى تولي جلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم تعطل جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالمملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين للسادس عشر والسابع عشر من ديسمبر الحالي